السلام عليكم متابعين قناه محبوبه محببي عندكم هاد النهار يجي عند ام حليمه ابو محمد وعريسه ام حليمه جيت نشوفه ان شاء الله كنت غادي نجي شحال قبل الحجر الصحي مكتبتي يلا تحيد الحجر الصحي قلت غادي نجي نشوفهم توحشتهم بزاف وجيني تشري لي ابو محمد يشري لي الحاوي ان شاء الله باذن الله مرحبا بك اختي فاطمه الله يخليك لي خطيك طول لي عمرك وراحنا واخا هكاك غادي نديرو داك الشيء اللي تيدار اش هاد الناس معرضين لك هالصندار لا نكون اش هاد الشيء هذا؟ ضروري ها؟ ولكن الغالب الله ودي داك الشيء دابا ربي يرفع علينا ان شاء الله هذا المار يا اختي فاطمه مرحبا بك ومرحبا بك بنتي الله يسهل عليك بنتي والله وسمحوا لنا بزاف المهم الله يعطيك رضا بنتي ربي يخليك السلام كاع ممنوع دابا وي ودابا زاد هي بنتي زاد الحالات يا بعد المشاهدين ديالنا فين ما كانوا غادي نقولوا لك سي فاطمه مرحبا بك راه غاداك ربي يخليك سيدي مرحبا بك مرحبا بك بنتي اللي شرفتنا ام اميره الفاسيه جات عندنا اليوم شرفتنا بالمجيء ديالها بصراحة إنسانة طيبة وعندو أخلاق وعمرتنا أنا بعدا ما كرهتش النقا عزيزة عليا وخفيفة على القلب مرحبا بكم أختي زيدوا معنا مرحبا بكم والله يسهل أموركم ووليداتنا والله يعاونكم والله يحفظكم الله يحفظكم شنو الرواد جات عندك الضيفة ديالك الوداد النهار فاطمة هذا النهار الله يجعل والله كنعرفش اللي نتعاملوا مع بعضياتنا ونسلموا مع بعضياتنا ولكن حنا خصنا نديروا الاحتياط ما كاين حتى مشكل الدنيا عاليه ولكن الله سبحانه وتعالى اللي كيدعي لك دابا هادشي اللي كنطلبوا دابا ربي ان شاء الله دابا ربي كبير دابا يتحيد ان شاء الله وتبقى غير معاوده ان شاء الله يا ربي ومرحبا بكم بنتي هاكم مرحبا دار دار الله يسالوا الزوج ديالو الوليدات ولكن ما يمكن لهمش يبانوا حيت البال غير انا بوحدي ها هي انا مول والو فين هاد غبور هادو غبور هادو المشاهدين ديالنا راه معزاز وغاليين على القلب ديالي والله القسم غير راكم عارفين مع الوحاش راكم عارفين هلكت شويه ولكن الله يسمح لنا نحقلوا عليه دابا راه الحمد لله بخير وعلى خير شويه ديال الصبر ان شاء الله غادي يفوت وشكرا الناس كاع اللي كيسولوا عليا وكاع اللي كيكتبوا لي في الكومونتير راني كنقراو وراني نتبع معاكم كلشي راني ما غابراش عليكم بار تيليفون غير الواتساب ما كنقدرش نجاوب يسمحوا لي بزاف والله ايوا بنتي ايوا يتفتح معكم مرحبا بكم تفضلوا تفضلوا اختي فاطمه مرحبا بكم ابا الحجوي راه كيتسنى كيتسنى الزرده راه ما كاين لا سلام لا والو مرحبا بالسياسين لاباس عليك كلشي بخير ياسين ياسين الابن ديال اختي فاطمه مرحبا بك اخويا ياسين نهار كبير هذا اللي زرتونا الله يودي دابا الوالده مرحبا بكم اولدي مرحبا بكم الدار داركم ايوا راه هذا السلام وهذا الشيء وبنادم بنت يدير لي حطيات دابا ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا المرض ان شاء الله يا ربي ايوا الله يسهل اموركم اوليداتنا والله يحفظكم هذا الوالده دابا مشي معاك الكوزينه يلاه شنو موجدين الام فاطمه الفاسيه ام اميره الفاسيه بهم ودارهم دارهم اشنو تيتيش شنو وجدتي شنو قديتي شنو الله يبارك بعدا هذه ما نقول فيهم اشنو رشيده مرحبا بالمشاهدين ديالنا ومرحبا اختي فاطمه اليوم راه تيتيش اللي دايره الغدا باش تعرفوا راه تيتيش دابا مزيانه حيت راه دايره الغدا اللهم عليك عارفين في ديك المرحله الاولى راه كتكون صعيبه شويه الله يكون في العون يعني عاد جربتي يا تيتي شي حاجه كتقدر تشم ريحه الماكله كنقولها غير هربي طلع الفوق الله يسلمك الحمد لله ما بقاش كدعس مع بو الحجوي وقيلا صافي لا لا والو ايوا غادي تقدموا لنا شنو وجدتوا غادي نبدا بتيتيش شو الوصفه ديالها شي دار دايره هنايا صفه مفوره بالزبده وداكشي راكم عارفين القوام وهني اللحم مريقه خلاص مريقه بالبرقوق غادي نخضرها بالبرقوق وشويه ديال الشريحه وهذا هو الغداء المفوض كاتي استقبلوا الناس الضياف خلاص ايضا مغربيه اختي تيتيش ياك كاين حنا راه مثلا تميزات بشي صفات اليوم عالي ببساطه ياكل معليش الحمد لله تنشاركوا داكشي اللي كاين اخويا غادي ان شاء الله نحطوهم دابا تبدا وغادي نتشاركوا معنا ان شاء الله في الطبله ديالنا غادي نشوف رشيده خلاص الشلايط ديالها شنو دارت لنا في هذه الشلاطه هذه الشلاطه العجيبه الشلاطه المغربيه البسيطه بالخس والخيار ومطيشه
الزيتون اللي كانت دارت امي هي اللي كانت شقاته، دابا راه وجد رطب بدون مواد كيماويه طابغي بالملح والحامض لمده دابا شي 3 شهور ياك. عييت نعيط المشاهدين ديالي بنياتي وليداتي جايبين ياكلوا الزيت. زعما جا والو هذا العام الوالد فيهم الحق ان شاء الله يطول ربي العمر وتجيو عند امكم حليمه والزيتون خور راه جاي ونشقوا ان شاء الله ونعدلوا. كيفاش الوالده؟ قول لها الوالده كيفاش الطريقه ديال الزيتون هذا؟ نشدو دو تندير غير المهراز، غير تنطبقو بالمهراز وكاين هذا مطبوق بالمهراز وكاين تنشرطو حتى بالموز. داكشي اللي كاين. ربعه ضربات، يا ربعه ديال الضربات وتطوميه تبقى تبدلو ذاك الماء كل نهار كل نهار كل نهار حتى تحيد منو ديك الحراريه. صافي واش يولي ديك الساعه مزيان تديرو فيه شويه الملح ولا لا؟ وطرني فيه شويه الملح وشويه ديال الحامض. اللي بغيت يطول له كل 15 يوم يعني هذه هي هذه شويه الملحه اللي ما بغاش ياكلو دغيا يقول سيمانه ولا 3 ايام 4 ايام يبدل له الماء كيطيب دغيا هذاك راه غير في شهر تاكلو. حنا الاول راه مشى سلام راه هذا ديال 3 شهور راه كيفاش كنبدلو له الماء دغيا والحمد لله دابا جا معصب كنا مجهدين المشاهدين باش يجي معصب الحمد لله العام جايين شنو ديال الخامه باش نجيبهم على خير ديال المغرب خلاص راه تيجيو. مرحبا بهم. خبعت البنيات ووليداتي المقوله خبعت لهم الشبرج مع كل وانا تنعدل الشبرج زميطه ياكلهم كوعل زميطه والزميطه ايوا مساكين ما لقاوش الغاب في الدار مساكين يجيو ان شاء الله يا ربي يرضي عليهم ربي يرفع علينا. اش درويده مازال كتديري شي حداقه في الكوزينه ولا صافي تيجي شو رشيده وتهناو؟ ايوا تهزو عليا بنياتي كلشي لا ما بقي دابا تنهرب كاع الشيء قالك رشيده وتيتيش قالك امي راه خوات عليا خوات علينا ما ايوا ولدي الري ديال بنادم الكبير راه هو كل شيء. كي جدك كندهش باش تقدروا الوصفه النهائيه. احنا مساكين جا والله يعاونهم الله يسهل عليهم الله يحقهم بنت يتمنى ان شاء الله يا ربي. صافي الوالده وقيلا نرجعوا للتقديم النهائي وصافي. واي واحد جا عندك شنو تقولي له الوالده؟ بغا شي واحد يجي عندك للدار مرحبا هاكم مرحبا مهزوز فوق الراس والعين. داكشي اللي كاين الوالده اللي جانشركم ان شاء الله. مهزوزين وليداتي وبنياتي اللي جا دار دارهم وينوضوا روسهم ويديروا داكشي اللي حتى الا ما قديناش حنا ينوضوا روسهم من الكوزينه. الله يعطيكم رضا وليداتنا وراكم عارفين اللي كاين بلا ما غنقول لكم. صافي الوالده بلا ما تصحي لهم. لا والو بلا ما نصحي لهم عارفين اش فيه. المهم نسهل عليهم ونرضي عليهم وهذا الشيء اللي غنقول لهم. عرفتي الوالده الصراحه بزاف ديال المتتبعين والله الا تيحماقوا عليك الصراحه تقال. والله ولدي ورا القلب على القلب. عاد انت راه كيما كتقريش في الكومنتات تجي وحنا غير تنعاودوا لكم صافي. انا ما قاريه ما والو ولدي غير انتم تتعاودوا ليا. قالت لهم المتتبعين راهم مهبلين عليك وتيحماقوا عليك المهمه ايوا الله يعطيكم الرضا الله يجعل سيدي ربي ينوركم. امين الا من الارض ينزل عليكم الا من الارض يطلع عليكم. امين الوالده هذه مغطيه راهي بحال الوالده ديالكم. امين الله يسهل اموركم الله يرضي عليكم اوليدات. وغادي تشوفوا خلاص سيتي شاهي كتحط خلاص الحطه ديالها غنجسس عليك ما تكونش هذه ماشي هي اللي كتجسس. الله يعطيك الصحه وصافي ما تجسسش ما كاينش الاشكال. اه تجسس لا لا الله يعطيك الصحه وصافي. حتى الصفه راشده هذيك النهار كانوا سولوا عليها حتى شي نهار غادي نديروا معاهم ان شاء الله طريقه الصفه ان شاء الله مره اخرى نوجدوها لهم. هانيش من الاول الطريقه واضحه ان شاء الله يا رب. سيده وصلت في المسائل ياك ديالنا عطاني المحطول ديال السفه ديالنا. شحال من واحد ديك النهار سولنا على طريقه السفه. هي صراحه سهله سهله وما فيهاش لا تمر لا والو. كتشدو الطعام اي طعام عندك في الدار اللي كتستعمليه دائما. انا كنستعمل كيما كنقول لكم
دائما كنستعمل الطعام ديال الباكيات. كنديروا ثلاثه التصويرات بالنسبه للصفه، التصويره الاولى، الثانيه، الثالثه. ملي كنحيدو كندير فيه الزبده والسكر كلاصي والزبيب، وحتى كيقرب هكا الغدا. واللي ردها الكسكاس كما كتشوف اخويا الحسن، كنردها الكسكاس وكتفور تفويره ثالثه. ملي كنحطها كنحطها صافي، فيها ديك الزبده، فيها كلشي، يعني كاع المقادير اللي كنحتاجو فيها. دابا شي نهارين ان شاء الله نديرها لكم بطريقه واضحه، نخدمها معكم خطوه بخطوه كما كندير. وحنا غادي نقدموها للضياف ديالنا، وغتشوفوا التزيين ديالي انا. شوفوا ردوا عليا كي غايجيكم الطريقه باش كتزين اختراعي داك ما قالت بنيت. فيها الزبيب دابا والزبده، فيها الزبيب، وتبركوا عليها مزيان حيت باش تخرج ديك الزواقه ديال الليمون. باش خلاص تشد الشكل ديال الليمون ياك، تشد الشكل ديال الليمون. غنبقاو مع اختي رشيده، غنبقاو معنا ان شاء الله حتى غادي دير، وغنوريكم الطريقه ديال التزيين في التالي ان شاء الله يا ربي. اللهم يسر اختي رشيده. واخا ها انتم مع الطريقه النهائيه اللي دارت الطريقه التزيين ديالي بالشريحه، صراحه جات غزاله رشيده كتشهي. ونتمنى المشاهدين ديالنا يقبلوا علينا، وان شاء الله مره اخرى نديرها لكم بكل تفاصيل ان شاء الله. المبتدئات اللي مازال بداو كيتعلموا ان شاء الله ويتعلموا ان شاء الله. صراحه كتطلع زوينه. انا دابا غنحط كاميرتي باش نمشي ناكل الاطباق ديالنا بالشريحه. داكشي اللي كاين اللحم بالشريحه و الصفه بالشريحه. ها انتم نعاود نوريكم كيفاش كطلع غزاله غزاله بزاف زوينه. صراحه كنتمنى انكم تجربوها. يلا رشيده السلام عليكم. السلام عليكم. ايوا انتم كما تشوفوا وليداتنا وبنياتنا، حنا حطينا غدانا وفرحانين بفاطمه، وفاطمه مسكينه تقبل علينا وتقبل علينا بزاف بزاف. ربي يخليكم بنتي، ربي يخليك بنتي، وراكم عزاز وغاليه. الله يعطيكم الرضا، الله يجعل سيدي ربي يعاونك. دابا كما كتشوفي الوالده دابا اختي فاطمه راه جايه تشري العيد. جايه تقريبا واحد المسافه اللي هي بعيده. اشنو الوالد كاين شي عيادات العام ولا والو؟ بخير. السلام عليكم. بنياتنا وليداتنا كي دايرين شويه مبروك عواشركم وتعيدوا وتعودوا ان شاء الله. واش غادي تصلخ هذا العام ولا والو؟ الصحه والسلامه. يا ما تناش عليك النهار. ما نطلق ما نقدرش نطلق. كما تشوفوا فاطمه جات مسكينه عندنا هي وليداتها والجوج ديالها، الله يحفظ سيدي ربي يحفظكم ويحفظهم. غنشوفوا لها ان شاء الله شي عيد ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا نخرجوا للكوارع هنا وغنشوفوا لها العيد ان شاء الله يا ربي. الاثمنه مناسبين للولاد العام ياك؟ تبارك الله بخير موجود. خير موجود وداك الشيء زوين. كلشي غايعيد ان شاء الله رويت، كلشي غايعيد. اللهم لك الحمد. الانسان كاع ما يخافش كاع. اش كاد النهار انا ما بديتش النهار بحال هكا عكزان على الماكله. ايوا حشمت شويه. لا لا ما تحشمش انت. الحمد لله كاين هنا بجاب العجل بحال حشمت. ولكن انا محمد العجل ما خصكش تحشم. ايوا الله يحفظك. ايوا كما كتشوفوا تيتي شو رشيده هما دوزا متواجدين معنا. كاين حنا متواجدين. بما متواجدين. الوالدة عطانا شي دعوة باش نعطيو الناس التحية ديال النهاية. الله يسهل على وليداتنا، والله يجيبهم التيسير، والله يجعل ربي يعاونهم، واللي مريض الله يشافيه، واللي تتمنى شي حاجه الله يجعل سيدي ربي يلحقها لها، والله يجعل ربي يعاونهم ويسهل امورهم ويحفظهم ربي من هذا المرض، ومبروك عواشرهم، والله يجعل ربي يسهل امورهم يا ربي. ان شاء الله يشرحهم الطريق ويجيو عندنا ان شاء الله، ويجيو يزورونا ويزوروا الوالدين. ايوا هادشي اللي غنقولو. يا الله الويضة، عطي التحية للجمهور ديالك. والتحية لوليداتنا، والله يسهل عليهم ويبارك عليهم ويجمع 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 ع